أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن المواطن يشكل محور ارتكاز الاهتمام الحكومي، لذا العمل جار بوتيرة متسارعة بهدف الوصول بالخدمات الحكومية إلى مستوى متقدم من التطور يجعلها دائما عند رضا المواطن. وقد لفت سموه إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه التنمية إلا أن إصرار الحكومة على أن يكون المسار التنموي ماضيا بحسب ما هو مرسوم له يعد أقوى من أي تحد. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من المسؤولين بالمملكة، حيث استعرض سموه معهم جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي وبخاصة تلك المتعلقة بالخدمات ومنها الخدمات الصحية، حيث أثنى سموه على دور العوائل البحرينية التي تبادر إلى توجيه نشاطها الخيري نحو إقامة المنشآت الصحية لتدعم بذلك الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتطوير الخدمات العلاجية في المملكة. وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الهام والمحوري الذي تطلع به المؤسسات المالية والمصرفية في دعم الاقتصاد الوطني وفي فتح المجال واسعا أمام المواطنين للتدريب والتوظيف، لافتا سموه إلى أن الحكومة حريصة على صناعة البيئة الاقتصادية المدعومة بحزمة تشريعية قوية تحفز على زيادة الاستثمارات المالية والمصرفية في المملكة.